من أشهر وأطيب الأطباق بعالم المأكولات السريعة، انتشرت حول العالم وخاصة بالمهرجانات. بحلقة اليوم حب الشيف يخدنا برحلة على لندن تيعرفنا على أطيب وصفات الفيشن شيبس. هاي شيف. هاي ملك. كيفك اليوم؟ نشكر الله. شو اليوم عنا شي طيب؟ فيشن شيبس. بتعرفي طبق قد مشهور، بس هذا كمان بيعمل فيه مهرجان دولي بالعالم، خاصيتا بالبلاد اللي تابعه اللي كانت اما شقفه من تحت الانتداب الانجليزي، مثل استراليا، نيوزيلندا. اوكي. عند حتى بالهند موجوده اكيد. لندن هي اشهر بلد بالفيشن شيبس. اول طبق حنعمله اللي هو تقريبا تراديشنال انجلش، التقليد الانجليزي، اما من لندن لانه بالتحديد. فحنحضر اول شيء العجينه تبعت الباتر اللي هي عجينه بس السمك. الكلمه مخيض اسمها بالعربي، مخيض. اوكي. كلمه مخيض هو عباره عن عجينه معموله بطحين، مية شعير، بيكنج باودر، ملح، بهار. بس المطبخ الانجليزي معروف انه بقدمه حدا بازيلا مطحونه، فهيدي هي التريد مارك، الشيء اللي مميز اللي بيميز المطبخ الانجليزي عن غيره. يعني اذا قالوا لك انجلش فيشن شيبس لازم يكون معه ماشي بيز. ماشي بيز يعني ممعوصين معه شوي صغير بس. اوكي. هلا حنحط اول شيء لكن الماشي بيز على المي يسخنوا شوي. يلا. هدول اوريدي مسلوقين يا شيف؟ هذا مجلد. اوكي. بس نحن حنسخنهم زياده. اوكي. بدل ما نطحنهم. ليصيروا اطيب كمان. 100%. ونحط البازيلا. هن طيبين يعني سخنين صح؟ لا هي بتتقدم هم تمبرتشر بتتقدم تنطحن مثل كانك عم تعمل بيوريه. بنحط معها شويه زبده، بس اول شيء حنحط معها شويه مي عشان ما يحترقوا 100%. بنطحنهم بعدين. هلا حتى في اشخاص بيقشرون، بيقشروا كل حبه بحبتها بيعملوها. شو هالشغله يا شيف؟ نقشر البازيلا؟ ما عم بقشر لك اياها، انا عملت لك اياها على الهين. اوكي. حنحط معها شويه ملح، شوية زبدة، هون كأنه بيري عادي 100%. هلا بتغلي هي لحالها بعدين بنطحنها.